السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ران ديفيجن. الموقع دوت انت دلوقتي عايز تشغل الستيبل ديفيجن، لكن الجهاز بتاعك امكانياته ضعيفة، فبدل ما تشتري جهاز عملاق انت ممكن تأجر منهم جهاز. تأجر منهم جهاز يعني هتقول له انا عايز اشتغل، فيبدأ يديك ستيبل ديفيجن وتشغله على الجهاز عندهم، بس هيكون سريع معاك ومش محدود بعدد معين من المرات. يعني على سبيل المثال مثلا انا بشتغل على اوتوماتيك دبل وان دبل وان وي بي يو اي، بيقول لك ان انت تقدر تجرب راند فيجن اكس ال هير. طيب هتقول له سيلكت، هيقول لك انا ممكن اجر لك الساعه مثلا ب 1 دولار او بنص دولار او بدولار ب 2 دولار مثلا، بيديك الاختيارات هي موجوده، تقدر تقول له كونتينيو. فساعتها هيديك الواجهه على المتصفح عادي ان انت بتشغل ستيبل ديفيجن ليك مخصوص. اعتقد ان انت هتقعد ساعة كاملة تعمل كل الصور اللي انت عايزها بوان دولار، دي حاجة كويسة جدا. طيب تعال نشوف بقى بقية النماذج. مثلا دوت اهو، دي الصور اللي بتطلعها اهوت، دي الشكل بتاعها، تقدر تتحكم في الكواليتي وهكذا. كون في يو اي اهي، الواجهة بتاعته تقدر تقول انت بتوصل العناصر ببعض عشان يبدأ ان هو يشتغل. هي اسهل واحدة فيهم طبعا الاوتو دبل وان دبل وان، لكن كل واحد بيحتاج ان هو حاجة معينة هيلاقيها، وتقدر ان انت تشتغل على حاجة مثلا بالشكل دوت الواجهة ديت. تمام، فتخيل مثلا ان تقدر تجربهم كلهم، كلفوك مثلا قول 12 دولار ولا حاجة. تمام، فايلز اونلي بالملفات بس، هنا ان فيو بي وي اي اي اهو، هتلاقي الواجهه ديت. ايزي ديفيوجن سيلكت، هيبدأ بقى يديك الاسعار بتاعت لو انت هتشتغل عليه الايزي دوت. هتختار بقى كارنت ولا بيتا ولا اولد، مثلا اخترنا كارنت. بريف سيشن ولا تيم سيشن، في اكتر من حد يشتغل معاك. طبعا تحط بقى فلوس عشان تشتغل عليه، وهيديك 5 جيجا تشتغل فيهم زي ما انت عايز. فهو اختار كويس لو انت عايز تجرب والجهاز عندك مش قادر يساعدك. حتى في اوديو كرافت تقدر تعمل ملفات صوتيه، او جوجل كولاب. جوجل كلاب كولاب بالذات البلس بيديك امكانيه ان انت تسطب اي حاجه من الحاجات دي بسهوله وتشغلها على جوجل كلاب، وبياخد بس شويه من جوجل درايف. فاختيار كويس جوجل كولاب او تجرب ران ديفيجن.